عسيكم من عوادو. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام البنات، إن شاء الله رمضانكم مبروك وتصوموه بالصحة والعافية. وكي نقولوا نوصى نقولوا جو رمضان وريحة رمضان ونسمة رمضان، كل شيء رمضاني. حبيت نعيشكم أجواء مزيانة برشا عندي في الدار. أنا راني كنوصى الحقيقة ما نحتفل بحد أعياد، عنا العيد الكبير والصغير ورمضان. رمضان الوحيد اللي مفتق فيه مواهبي بالديكوراسيون، من الأجواء اللي نعملها في الدار، الحاجات اللي نفرح بها عائلتي، خاصة ولدي إنه نحط له في باله ونغرس فيه محبة الشهر الفضيل هذية، إنه شهر غير عادي مقارنة بقية الأشهر. شهر رمضان شهر الخير، شهر البركة، شهر العفو والرحمة والمغفرة، شهر الصيام والطاعة والتقرب من الله. نعمل له أجواء الخاصة، وأجوائي أنا إني أول حاجة عملتها في الدار نظفتها وخليتها تللش، بعدين مشيت عديت للديكوراسيون اللي هي أحسن حاجة عندي، شديت الغلافات متاع المخدد أو الكوسانات، معناتها نحيتهم غسلتهم وبدلت بجديد ستيل رمضاني، وشعلت الفوانيس. عندي زوز الفوانيس هذو ما عندي من قبل، عزيز عليا خاطر نحسهم معناتها وحدهم، مريتش كيفهم، يسر محليهم وفيهم طابع رمضاني بامتياز. حطيت فيهم الليد وخديت الهليل هذية من عند كوكسينيلا لغلاز، زيد وهرة للصلاة والكوان اللي حطيت فيه أنا الفوانيس ما شاء الله، مع الليد غيدو شغلته ما شاء الله يسر مزينة ومضخمة، وراه مش كما تروا في الفيديو، مش كما في الديركت، ديما في الديركت أزين برشا. وخذيت زيدا جامع على مزينو في بوكس صغرون تحطوا فيه، تنجم تحطوا دي بونبون، تحطوا بخور. انا حطيت السبحات، حطيتهم غاديكا باش هكيكا وقت قراءة القرآن نصبحوا شوية وجودة قريب مني، وأمام طاعة منظر ياسر مزين. هالجامع هذية فيه اللمسة والطابع الرمضاني بامتياز. كملت باش نزين معاكم الدار الكل حاصيله، وهوني زيد حديد التروفي هذايا رمضان كريم، زيد حطيتهم على الطاوله، حاجه فينو كلاس ياسر مزيانه. نبدا هكا حوايج نظيفه قطعتين وقطعه تزين بهم الدار يعملوا الكيف. القرب الجزيد لا حاجتين هكا، انا خديت التروفي هذايا والجامع، وخديت سيبور متاع المصحف، المصحف متاعي بالسيبراسيون بارتاجيته معاكم الفيديو اللي فات، خديته من باج كوكسينيل صار له برشا. دونك كملت حطيته هو قريب مني زيادة، خاطر انا كل شيء نعمله في الصالة. وهذا الفانوس العزيز الغالي مزيان على الاخر، محلية تصوروش قديش وقت اللي بدا يشعل ما ضخمه. وديما نقول لكم راهو في الديريكت احلى برشا. نعمل هكا شويه بارفان لليكوسان والصاله الكل من عند زيزو كلين فلور دو كوتون على الغلا، هذه ما نبدلهاش تيلمون ياسر بنينه. تو نحط لكم انا لليان الكل موجودين في الديسكريبشن بوكس، اعملوا تشيك عليه دو تلقاو لي ليان الكل. دونك هذه السلا بوغ لو مومون، توا باش نتعداو نزينو الطويله نتاعنا. باه انا صورت اول نهار في رمضان وانا صايمه، دونك على بكري تحضير الطاوله باش هكيكا ما نستعجلش او يزربني الوقت بعد شقان مع شقان الفطر معناتها. لا هو كنحذر اي سورتو كي يبدا عندي تصوير، نحذر بالمسبق نديكوري ونزين، نحط هذه لا نبدا نزيد ونسق حسيل. وحبيت نبارتاجي معاكم أول طاولة في رمضان، وديجا راني بارتاجيت لكم ريل على الانستغرام، عملوا عليه طلع في أجور غديك. دونك تو نحط لكم زيد اللين الانستغرام في كومنتير ايبانغلي. هذه زينة الطاولة نتاعي الأولى، الحقيقة ما صورت لكمش شنو طيبت أو شنو المنيو، جست هكا تاخذوا فكرة على ديكوراسيون نتاع الطاولة. جبت كل شيء في الجديد اللي بارتاجيته معاكم ديجا الفيديو اللي فات. دونك لمسات ياسر مزيانة، أجواء رمضانية، والتصنيف صنفته الحمد لله يا ربي، لكن ما صورتش كما قلت لكم. اتبارك الله، انتم نعرفكم حراير تعرفوا تصنفوا وما تحيروش. كانت يعني عديو للكوزينة، خديت السيبور هذية حطيت فيه كعيبات سمسة خديته من عند جارتي، ياسر 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 بنينة هالسمسة هذية. دونك نعدي بها قيوة بعد شقان الفترة باش نحضر منها شوية، نحطها في الخصة امتعنا ونكملوا نزينو الطويلة.
ريحة رمضان مع عزة ومحليها، وكي نقولوا رمضان دي قلا فارسي حطيتهم في المدافع صغرون هذا مدفع محلي هكا متاع بريزنتاشيون دي قلا يسر محلي زيدا من باج كوكسينيل عنده برشا برشا حاجات حسيلو تنوجت منها ما شاء الله عليها فنانة وخدمتها معناتها توب ما شاء الله. دونك هذه الطاوله نتاعنا كملت زيد لي سيت هذوما الصغرونات هذوما زيد كيف كيف من عندها هي تخدم توس كي حاجه بليكسي حاجتها ياسر حلوه ومقديات برك الله. حطينا الفوانيس الطاوله نتاعنا بريسك حضرت نستناو جوست شقان فتره باش نحطوا المنيو الكل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله تكونوا انتم اول نهار في رمضان تعدي لكم لاباس ما تعبتوش فيه شويه وجيعه راس من القهوه، لكن انا تعرفش ندبر عليكم استوس ياسر مزيانه. اشربوا قهوتكم مع السحور الصباح وقعدوا فايقين ما يسالش باذن الله نهاركم يتعدى لاباس كيف ما انا نعمل. الحقيقه مساعدتني على الاخر القهوه في السحور ياسر معناتها بالحق ترتح من وجعه الراس. وهذه طاولتي المزيانه اعطيوني رايكم. وصلنا لاخر الفيديو، لكن البون بلان هذه لازمني نقول لكم على الشمعه البارفيمي هذه من عند زوينه لحنينه يعطيها الف صحه. بعثت لي الشمعه هذه معها البخور، هذا بخور قد ما نحكي لكم بنا باقي شويه، ومعها المبخره العزيزه الغاليه هذه ياسر محليها تمشي حاجتين، يا اما مبخره والا فاز تحطوا فيه ان بوكي دو فلور ولا حاجه. به نحكي لكم على البخور ساعه قبل كل شيء اللي ريتو ما ريتو ما ريتش كيفو على البنه اللي فيه، وعندها برشا انواع اخرين نتاع بخور ديجا صورتهم لي هي بعثت لي تبارك الله اشكال وانواع. شوفوا ما شاء الله البوات برك تقعد هكا تحطوا فيها حياتكم كامل البخور تجموش ما يعطيكمش قلبكم تطيشوها كيف تفرغ تلمو محليها. خديت كعيبة شاربون حطيتها في المبخرة وهذه البخور من داخل على ما بنو يميمتي ريحته مش عادية. تنحط لكم اليان اللي انت غاسي بالحق تمشي تاخذ منه وراه والروعة روعة روعة. حطيت كعيبة شاربون مع شيشة بخور ونمشي نبخر الدار الكل بسم الله ما شاء الله على البخور بسم الله ما شاء الله. هيك شنو نقول تجي في امبورتيرا من الخليج ما نعرفش منين بالضبط اما من برا تلمو بنين بنين بنين. خليكم مع ريحة البخور العجعاجي. إن شاء الله يكون عجبكم اليوم الفيديو وعيشكم أجواء رمضان. إن شاء الله عجبتكم الديكوراسيون. نخليكم في أمان الله على أمل نتلقاو في برشا وصفات أخرين بخصوص الشهر الفضيل هذا. نخليكم في أمان الله. تصوموا بالصحة والعافية. باي باي وبسلامة.